الحمد لله اهم شيء عندنا اليوم زبط معنا الساكورة الذهبي متكامل يا شباب. انا جيت اليوم راح نجرب شيء اسطوري جدا، راح نجرب الساكورة الذهبي وراح نجرب الهيب هوب الذهبي وكل الفاير باصات النادرة باللون الذهبي وكل السكنات النادرة تبع كل الفاير باصات الذهبية. ومو بس هيك، باخر المقطع راح افرجيكم الطريقة كيف تقدروا انكم تجربوا هاي السكنات بشكل مجاني. اذا كنتم متحمسين لا تنسوا انكم تحطوا رايك واشتركوا بالقناة، بدي هذا المقطع يوصل ل 30,000 لايك. وليتس جو، يلا نبدأ. ليتس جو يا شباب، الحين جاء دور اهم شيء معنا اليوم في المقطع وهو هذا الشيء الاسطوري. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وين الرأس؟ مفروض يتغير الرأس لكن ما تغير. شباب مفروض انه يتغير الرأس. اوكي هيك بعدين هيك. اوه شوف الرأس، شوف الساكورة بس الشعر. شباب في مشكل، في مشكل بالروم. اوه الهيب هوب، شوفوا يا شباب سكين الهيب هوب الذهبي بمعنى الكلمة. نحط الجوامش المجلدوني. شباب سكين الهيب هوب متكامل، السكين الذهبي. الحين راح اغير سكين الساكورة. شباب ما ردي انه يطلع الوجه، ما ادري ليش لكن راح نحاول. شباب شوفوا سكن الملك، حتى الملك سكن ذهبي. اوكي راح نشوف هاي السكن شو. اوكي هذا الملك، هذا شو. اوه شت شباب، تخيلوا حتى الفاير باص الثالث سكن ذهبي. ليش ما زبط معي الساكورة؟ الحمد لله اهم شيء عندنا اليوم زبط معنا الساكورة الذهبي متكامل يا شباب. ومثل ما شفتوا بشكل مجاني، ما دفعت جواهر، ما سويت اي شيء، راح تقدر انك تجرب هذا السكن وتجلد به الناس، البشر، الحيوانات، الاشباح، الفضائيين، اي شيء في لعبة فري فاير. ليتس جو. الشيء الحلو يا شباب انه هاي السكنات كلها قاعد اجربها بشكل مجاني يا شباب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وصل لكم الصحراوي سيجلدنكم، ابلع الان يا صديقي. اوكي في ناس كمان عندهم سكن البنت يا شباب. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو. الله ساموت قريبا. اوكي لا اريد الموت، لا اريد الموت. عملنا ريفايف يا غبي. شوفوا شباب اثنين ساكورات ذهبيين ميتين. كفو كفو ولا اسطوره. الحمد لله فزنا بالرغم من اني ما سويت ولا شيء. لازم اني ابين لهم المهارات الممهره. ليتس جو نجيب درع اهم شيء. اند ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وصل لكم الصحراوي اسطورة العالم الذهبي. اخرجوا وبانوا عليكم الامان امام الساكورة الان. لا ليش ليش ليش. اوكي جاءك الصحراوي ايتها الفتاة، ابلعي الان، حتى انت ابلعي الان. الساكورة الذهبي ينفجر بيد الصحراوي اسطورة العالم. اوك كأنه طلع ساكورة عادي. احنا سكوادنا كله ساكورة ذهبي، والسكواد اللي ضدنا كلهم فتيات الساكورة الذهبي. طبعا يا شباب في هذا الفيديو راح نجرب سكن الساكورة الذهبي، الهيب هوب الذهبي، وكمان راح نجرب البنت الذهبية. لهيك الحين راح نجرب الهيب هوب الذهبي احسن. شوفوا طلع لي الهيب هوب الذهبي وفيه القرون تبع الساكورة. ليتس جو. انه جليتش، ابلعي هيت شوتات الصحراوي اسطورة العالم. يلا ليتس جو، ابلعي حتى انت. وان شوت واحدة بالديجل ستفي بالغرض، ابلعي. ليتس جو اللي بعده، ابلعي الاولى 600. يلا ليتس جو، ابلعي. لا انا في ورطة، انا في ورطة كبيرة. ابلعي كمون، اخرجي وفاني امام الصحراوي الفناني. جلدتهم. والله الحمد لله جلدتهم في اخر ثانية. انا اسطورة يا صديقي. طبعا يا شباب بعد ما جلدناهم بالهيب هوب، الحين راح نجرب الفاير باص الثالث الذهبي، راح نجربه ونجلد به كل البشر. ليتس جو، بقصد الفتيات. سكواد الرجال ضد سكواد الفتيات، من سيفوز؟ ليتس جو كمون. وين رايحة وين؟ اوكي ليتس جو ليتس جو. اوه هذا طلع ولد، هناك ولد معهم. ليتس جو،
كمون ابلعي ابلعي مع الصحراوي. ماتت ماتت ماتت. والله سرقوا لي الكل. ليش ليش الظلم؟ اوكي شباب، لسه في بنت واحدة وانا اعلم اين هي مختبئة. لن تختبئي طويلا، ابلعي. اوكي ليتس جو ليتس جو. اوه شيت، الصحراوي يفعلها في النهاية. اوكي شباب، بعد ما خلصنا مع هذا الفاير باس الثالث راح نجرب هذا السكن. تخيلوا راح نلعب بالملك الذهبي. ليتس جو ابلع. اوكي في واحد فيهم عنده سنايبر يا شباب. ليتس جو ليتس جو. ابلع 600 للوجه. وين اللي بعده؟ ليتس جو ليتس جو. وصل لك الصحراوي اسطورة العالم. ابلعي. هاها ليتس جو ليتس جو. النجدة. والله دمي منخفض كثير. اتس اوكي، الصحراوي سيفوز عليك غصبا عنك. انه الصحراوي الملك. هاها الحين يا شباب راح نجرب سكنات البنات. اوكي شباب، والحين راح نجرب الهيب هوب والساكورا ولكن على سكن البنت. ليتس جو. اوكي فهمت يا شباب، هاد هيب هوب 2، يعني لو تحط هون الساكورا والهيب هوب ما راح يتغيروا معك، لانه هذول ما حبوا يتغيروا معي بشخصيه البنت. لو نحط هيك شوفوا الفخامه. والله يا شباب سكن اسطوري بمعنى الكلمه. شوفوا هذا السكن، والله سكن خرافي شباب. هذا السكن خرافي جدا. اوكي راح نغير كمان هيك هيك، معناتها سكن الهيب هوب. وهيك كمان شو راح يجينا؟ شوفوا سكن الملكة يا شباب. وهيك شو عندنا كمان؟ سكن البنت كمان تبع الفاير باس الثالث الرابع. اوكي لا، الفاير باس الخامس. والله يا شباب شيء اسطوري بمعنى الكلمة. وهيك عندنا سكن الساكورا تبع البنت مثل ما انتم شايفين. طبعا يا شباب راح نلعب بسكن الساكورا تبع البنت هذا الجيم. ليتس جو ليتس جو. وصل لكم الصحراوي اسطورة العالم. طبعا يا شباب الشيء الحلو بهذا السيرفر مثل ما شفتوا انه الثلج سريع جدا، يعني مو مثل السيرفرات الثانية. لا المفروض ما نقول هذا الشيء. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وصل لكم الصحراوي بسكن الساكورا، الساكورا البنت. ليتس جو. طبعا يا شباب راح نجرب سكن الساكورا البنت الذهبي، وراح نجرب كمان سكن الساكورا الولد. ابلع حيتوتات الصحراوي الجلاد في كل السيرفرات. ابلع ليتس جو ليتس جو. ابلعي ابلعي. اوه يا الون شوت، الصحراوي اسطورة العالم في كل مكان وكل زمان. طبعا يا اساطير الحين جربت سكن الساكورا تبع البنت، راح نجربه كمان جولة ثانية وبعدين راح نجرب سكن الهيب هوب الذهبي تبع البنت. راح نجرب كل السكنات تبع البنات الذهبيين، وراح نجرب كل السكنات تبع الاولاد الذهبيين. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وصل لك ابلع. طبعا يا شباب الدم 500، لهيك راح احاول اني العب بسكن تبع، راح احاول اني العب بالديجل لانه الوان شوت تبعه 400 مثل ما تعرفوا. ابلع. والله يا شباب جلدوهم كلهم بدون ما المس ولا انسان. طبعا يا اساطير خلاص بيك في هذا الاشي للساكورا، راح نسوي هيب هوب احسن. يلا يلا الحين راح العب بسكن الهيب هوب تبع البنت السكن الذهبي. تخيلوا انه هاي السكنات تنزل بسيرفرنا يا شباب، والله شيء اسطوري بمعنى الكلمه. ليتس جو. اوه 300 هيت شوت. ابلع. والله سرقوا لي الكل بوجهي. كمون ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي عندي بربر، عندي كل شيء جميل ولذيذ. ابلع ابلع هيت شوتات الصحراوي. اوكي شباب لسه في انسان واحد ما ادري وين، لكن اتوقع قاعد يغير السكنات في مكان ما. الصحراوي قادم اليك. هذا هو هذا هو، كان يغير السكنات يا شباب. ابلع ابلع. اوه ضربت وان شوت 500. كفو عليك يا ايتها البنت الهيب هوبا. الحين راح نغير السكن لهذا السكن. يلا لا ما بدي هذا السكن. شوفوا شباب السكن هذا تبع الفاير باس لكن مغيرين له اللون تبعه. راح نخير هيك يا شباب، راح نختار السكن تبع القراصنه تبع الفاير باس الخامس لكن باللون الذهبي. حتى هذا السكن يعتبر اسطوري ومن اوائل السكنات في لعبه فري فاير.
ليسكو شباب، ما راح نمدح بس سكن الساكورا، راح نلعب بكل السكنات. ليسكو. اوكي في انسان هون الحمد لله انه مات صديقي. موت موت الحمد لله. ابلع ابلع كمون ابلع الاولى. اوه جلتو شباب، جلتو جلتو. نعم انها البنت الذهبيه، لقد جلدته بكل سهوله. ليتس جو. تفنيش تفنيش. طبعا يا شباب الحين راح نرجع الى الساكوره الذهبيه اللي تعتبر اقوى سكن تبع بنت نزل في لعبه فري فاير الى حد الان بدون اي منازع. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. طبعا يا شباب احنا الساكوره والهيب هوب العاديين ما نزلوا عندنا، كيف بدهم ينزلوا هذول السكنات الذهبيه ما ادري. يلا ليتس جو ليتس جو. كمون كمون. ابلع ابلع الهيد شوتات وهيد شوتات. والله جلدته كثير يا شباب، اكيد سرقوا لي الكل اكيد. ابلع هيد شوت. والله البنت الذهبيه لا ترحم. صح الحين يا شباب راح نكمل كمان نلعب بالساكوره تبع البنت الذهبيه. والله يا شباب شكلها فخامه جدا، اصلا اللون الاسود مع اللون الذهبي يطلع فخامه بمعنى الكلمه. ليتس جو ليتس جو. يا ريت لو كان عندي سكواد ما يعرفوا يلعبوا كنت انا اللي اجلد هذول كلهم لوحدي. ليتس جو ليتس جو. قاعد يتيم معهم هذاك. ابلع ابلع من الصحراوي اسطوره العالم. ليتس جو. الصحراوي ملك الاصفر. طبعا يا شباب السكنات الذهبية بصراحة سكنات خرافية جدا بمعنى الكلمة. ابلع كمون انت. اخرج وبان عليك الامان. ها 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 ها. الصحراوي ملك الاصفر. ابلع. طبعا يا اساطير لو قد وصلنا الى نهايه المقطع اتمنى المقطع يكون اعجابكم. طبعا اي شخص يحب انه يجرب الساكورا الذهبي او كل السكنات الذهبيه عندنا هذا الكود اللي امامكم بالشاشه، ما يزبط بس الا بالسيرفر الامريكي او السيرفر البرازيلي. نشوفكم بالمقطع القادم. اني رحت.